الاستعداد للأعياد في عمان والاحتفال بها لا يزال يحتفظ بالكثير من التقاليد والخصال المتوارثة، ومن أهم مظاهر هذا الاستعداد إقامة الأسواق التقليدية المعروفة بالهبطة، التي لها أصول وقواعد وأيام محددة يحرص العمانيون كل الحرص على التمسك بها. وينشط الدلالون في هذه الأسواق عارضين للبيع الخناجر العمانية والسيوف والبنادق والمنتجات المحلية المختلفة. بعد 28 بعد 28 ساتر جبل. سوق الرستاق من الأسواق النشطة في منطقة الباطنة، ويشهد أيام الهبطات إقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث يزدحم الوادي من أوله إلى آخره، وتجلب إليه المواشي للبيع من الولايات المجاورة، بالإضافة إلى حلقات البيع والشراء. تقام أيضاً سباقات تقليدية للجمال. الشرقية وتحت هامات النخيل الباسقة، وفي يوم التاسع من ذي الحجة هبطة الوافي بولاية الكامل والوافي. ومن المظاهر المصاحبة للهبطة إقامة سباقات الخيل والهجن، فعند إشراقة الشمس تتوافد جموع الناس من ولايات المنطقة إلى ساحة المركاض، حيث تبدأ النوق العربية بمشاهد رائعة وبالاستعداد للسباق، ويبدأ الرجال بتجهيز الجمال. مناظر جذابة للنوق وهي تتهادى واقفة تنتظر دورها في السباق، وأصحابها ممسكون برباقها وبها زينتها التقليدية، وتبدو جليا البراعة في الألوان الجذابة وعناية العماني بها وبزينتها وسروجها الجميلة. وافتتاح أسواق الأعياد بسباقات الخيل والإبل من التقاليد المتوارثة في المنطقة الشرقية من عمان، فكل ولاية لها سوقها الخاص، وتبدأ هذه الأسواق من الخامس من ذي الحجة إلى التاسع منه، ومن الخامس والعشرين من رمضان إلى التاسع والعشرين من رمضان، فكل ولاية لها يومها المحدد الذي لا يتعارض مع الولايات الأخرى. في هذه السباقات يتنافس الفرسان لإظهار براعتهم وتفوقهم في السيطرة على الجمال المندفعة في الميدان المخصص لها، وهي سباقات استعراضية يغلب عليها روح الود والفرح والسرور بمقدم العيد السعيد، ولا مجال هنا للتنافس والفوز الذي يفسد جو المرح والسرور. السيطرة على الجمال وترويضها مهمة تتطلب الكثير من الصبر والإتقان يقوم بها هؤلاء الرجال، ومع ذلك فإنه في كثير من الأحيان تخرج هذه الجمال عن السيطرة وتفشل المحاولة. تزدحم جوانب المركاض بهبطة الوافي بجماهير كبيرة من المواطنين الذين يحرصون على مشاهدة هذه الرياضة الأصيلة
التي تتميز بها أسواق الأعياد في عمان ويتوارثها الأبناء عن الأجداد. بعد الانتهاء من سباقات الجمال تبدأ الخيل في الدخول إلى الميدان وهي في أجمل حلتها وزينتها، ويتم أولاً استعراض الجياد وملعبتها عدة مرات قبل بدء السباق وبحركات رشيقة تبعث الفرح والسرور على الجماهير. على جانبي المركاض يجلس الرجال في صفوف ممتدة يترقبون الميدان، والفرسان يجرون وهم متعانقون على صهوات الجياد. بعد الانتهاء من السباقات يتوجه الناس إلى مكان إقامة السوق حيث تباع أضاحي العيد والسلع المختلفة. تسمية هذه الأسواق بالهبطة يرجع إلى هبوط الناس ونزولهم وتوافدهم من شتى المناطق والولايات والقرى إلى المكان الذي يقام فيه السوق، كما يطلق على هذه الأسواق الجلب وتعني البضائع والمواشي المجلوبة للبيع في السوق. فالاستعداد لهذه الأسواق في عمان يبدأ مبكراً حيث يختار الباعة ما يودون بيعه من الأغنام والماعز وفي أي سوق من هذه الأسواق. إن تقاليد أهل عمان في الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى نابعة من روح الإسلام، لذا فإنها ما تزال محتفظة بأصالتها ورونقها التراثي الخاص. ففي هذه الأسواق يتم عرض وبيع مستلزمات الأسرة للعيد من الأقمشة والملابس الجاهزة والأحذية والعطور والبخور والكماليات، إلى جانب المكسرات والحلويات والخضار والفاكهة والبهارات التي تدخل في أكلات العيد. ويحرص العمانيون في التواجد في هذه الحلقات مع أسرهم وأطفالهم. والتسمية الثالثة لهذه الأسواق الحلقة، وتعني تجمع الناس في محيط دائرة كبيرة حيث تعرض أضاحي العيد. ويحرص العمانيون على أن تكون أضحية العيد محلية رغم ارتفاع أسعارها، ويعزى ذلك إلى جودة اللحم المحلي الذي يتغذى على المراعي الطبيعية. 25 يا شباب. اسلام
بلدة مضيرب في المنطقة الشرقية، قرية عريقة التاريخ، أنيقة البناء، بديعة المناظر. تحيط بها بساتين النخيل والقلاع والأسوار والأبواب. وفي يوم 8 من ذي الحجة تقام في المضيرب هبطة العيد. منذ الصباح الباكر يتوافد الناس إلى هبطة المضيرب ومن ولايات المنطقة الشرقية، وهم في أبهى حللهم، فالرجال متوشحون الخناجر، والنساء بملابسهن العمانية التقليدية وحليهن، والأطفال بملابسهم الزاهية وبراءتهم البادية. وتقام هبطة المضيرب بين أسوار وحارات البلدة القديمة، حيث تضفي المشاهد التراثية الجميلة والألوان المتعددة وبريق الحلي والخناجر وصوت الباعة والمساومين والازدحام والروائح العطرية سحراً وجمالاً، يبعث في النفس البهجة والسعادة بمقدم العيد. فهنا لا يقتصر السوق على بيع الأضاحي، لكنه يشمل كل المعروضات والسلع من الكماليات والملبوسات والمواد الغذائية. الحلويات والمكسرات والجوز واللوز والقشاط بعض من السلع التي تمتاز بها أسواق الهبطة في عمان، كما أن العطور وأدوات الزينة المحلية لا تزال لها مكانتها لدى النساء، مثل الصندل والزعفران والسايحة والخنونة والياس والمحلب والحنة التي تدخل في زينة العيد. تعرض في أسواق الأعياد الخناجر العمانية والسيوف والعصي والبنادق التي تعد جزءاً أساسياً من لباس الرجل العماني في العيد. الحلوى العمانية بأنواعها المتعددة تعرض هنا، حيث تعد الحلوى جزءاً لا يتجزأ من وجبات العيد في عمان. والأطفال أكثر سعادة في هذه الأبطال، حيث يخرجون منها بالألعاب الجميلة، ويحرص الباعة في هذه الأسواق على توفير الألعاب للأطفال إلى جانب البخور والعطور المحلي الذي يعبق برائحة في العيد. من العادات في المضيرب أن الاستعداد للهبطة يتم قبل يوم من إقامة السوق، حيث يقوم بعض الرجال بإعداد الهريس بالطريقة التقليدية حتى يتم بيعها في السوق. والهريس هنا يعد في أواني فخارية كبيرة الحجم، ويدخل فيها القمح واللحم والسمن العماني. منذ الصباح الباكر يتجمع الباعة بين أروقة سوق المضيرب القديم وتحت ظلال الأشجار الوارفة، ممسكين بأغنامهم. ولا يقتصر الباعة في هذه الأسواق على الرجال فقط، بل تشارك النساء أيضا. وقبل بدء الهبطة تتم عملية البيع بين البائع والمشتري مباشرة، وتسمى هذه العملية البيع مساوم، حيث يتجول المشترون
متفقدين الحيوانات ومساومين على السعر، وبعد أخذ وعطاء يتم الاتفاق على سعر يقبل به الطرفان. من الطرافة أن في هبطة المضيرب لا تتم المناداة إلا في الساعة الواحدة ظهراً، وذلك على ما جرت عليه العادة القديمة في انتظار الناس الذين يأتون من المناطق البعيدة على ظهور الإبل والخيل. وعند المناداة يطوف الدلال أو المنادي بالأغنام على جمهور المشترين المتحلقين في شكل دائرة كبيرة، وبانتهاء الدورة الثالثة للدلال يكون قد وصل إلى أعلى سعر يقبل به، وعندها تسلم الحيوانات للمشتري. في المضيرب لها في كل سنة يومين سوق، وكذلك عارف العرب أسواق العرب كانوا يتنقلوا من مكان لمكان، وهنا في الشرقية مثل العادة العربية في عكاظ ودبا وذي المجاز وغيرها من أسواق العرب، كذلك معنا هنا المضيرب عادتها يوم 28 رمضان يلها يوم في الشرقية، ويوم 8 ذي الحجة يلها يوم في الشرقية. هذا السوق كان سوق عالمي، قصدون الناس من قريب وبعيد، من صور بالبعيد من قريب وبعيد يتجمعوا للناس بالخيل والركاب، وكانت الحمير. وعاداتهم أول تختلف عن عادات اليوم، يوم صبحوا على السيارات، والسباق معروف معهم ومع العرب كانوا في الجاهلية قبل الإسلام. والحقيقة أن يعود الفضل إلى جلالة السلطان حيث حافظ على هذا التراث العريق ورباط الخيل والإبل وعمل السباق هذا وعطى الشرات وشجع العمانيين على العمل هذا، وهذا طبعا تراث العريق. هبطة المضيرب تفتتح بسباقات الخيل والإبل في موروثات وعادات يحرص العمانيون على التمسك بها والحفاظ عليها، لتظل هذه الأسواق مرآة لتراث عماني يتجدد كل سنة. فبهذه الهبطات والسباقات التقليدية يظل للعيد سحره الخاص وطابعه المتفرد في عمان، تتجدد فيه أواصر المحبة والألفة بين الناس وهم يستعدون باستقبال العيد السعيد. ما تكتبون كل هذه وجبناها كبار.